Hello my lovely pupils, how are you? شلونكم تلاميذ الحلوين؟ إن شاء الله تكونون بخير. وياكم ست نور معلمة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي من مجموعة المدارس العراقية الألمانية. Today we have lesson 6 part 2 الجزء الثاني من unit 6. بعد ما تعرفنا على المقارنة comparative بين شيئين، قلنا إذا عدنا شيئين شلون نقارن بيناتهم، اتعرفنا كذلك على الأشياء الموجودة بحقيبة لينا أند يوسف. درسنا هذا اليوم راح يكون مثلا إذا عدنا مجموعة أشياء بس ما نعرف هذه الأشياء المنو، تمام؟ مثلا عدنا هنا look at the screen. Here we have trainers, a ruler, pencil case or whatever. إن أنتوا أي شيء عندكم بس ما تعرفون هذا الشيء لمن يعود، شنو ملكيته أو منو صاحب هذا الشيء. Look at this picture. شوفوا هذه الصورة. مثلاً عندنا هذه الأشياء، أريد نعرف مثلاً هاي البنسل كيس منو صاحبه، هي لمن تعود، إحنا ما نعرف هاي لمن. أو مثلاً هاي البوكس. عندنا كذلك هذه الصورة، مجموعة هذه الأشياء الموجودة، أريد نعرف منو صاحبها أو هي لمن تعود. خلونا نشوف سوية شلون نقول هذه الجملة وشلون نسأل لمن هذا الشيء. شوفوا وياي هنا ايش مكتوب؟ picture 1 اللي لونه جرين، picture 1 whose. شوفوا هاي العبارة whose، هاي الكلمة whose. Who's هذه الكلمة معناها لمن، who's تعني لمن، وهي أداة سؤال نسأل بيها عن التملك، a question mark، أداة سؤال نسأل بيها عن التملك. شوفوها وياي who's، نلاحظ هذا ال W بالبداية silent، who's who's، repeat after me who's، very good. Whose. شوفوا هو هذا ال W قلنا silent اللي هو شنو صوته؟ where. Whose معناها لمن، شنو هاي؟ a question mark، question mark أداة سؤال، أداة سؤال نستخدمها لمن؟ للتملك. أداة سؤال لمن نستخدمها؟ للتملك. شنو تعني؟ Very good. تعني لمن، لمن نسأل بها شو وقت إذا عدنا شيء وما نعرف هذا الشيء لمن يعود أو منو صاحبه. For example we have a rubber، عدنا ممحات وريد نعرف هذه الممحات لمن. شلون يكون صيغة السؤال بهذه الطريقة؟ أول شيء شنو يكون؟ whose اللي هي أداة سؤال تجيب بداية الكلمة whose. مثلا عندنا الممحة شنو اسمها؟ rubber. whose rubber is this؟ لمن هذه الممحات؟ لمن هذه الممحات؟ عندنا أول شيء خلينا نقول هذه شنو معناها الهوز، قلنا لمن اللي هي شنو هي؟ question mark، أداة سؤال، أداة استفهام. عندنا هاي الربر الشيء اللي بدنا نسأل عنه، على شنو بدنا نسأل؟ نسأل عن الربر. عندنا هذا الإز، هذا اسمه اللي أخذناه تذكرون بالمحاضرة بالدرس السابق، أخذنا إز معناه هذا شنو الإز قلنا؟ من يتذكر؟ who remembers؟ very good. الإز هذا فعل مساعد اللي هو شنو؟ auxiliary verb، auxiliary verb اللي هو شنو؟ فعل مساعد يأتي ويا من، ويا من يجي الإز؟ يجي مع المفرد اللي هو singular. احنا نلاحظ هنا الربر شلون اخذنا there is، مو قلنا there is a pencil، البنسل واحد فخلينا is. هنا الربر الممحات هي واحده، ما اذا تشوفون بالاخير ماكو اس الجمع.
ماكو اس الجمع، لذلك نلاحظ انه الاز استخدمناها هنا. ليش؟ لانه الكلمه اللي قبلها مفرد، تمام؟ هذه نقطه. عندنا هذه this. this شنو معناها؟ this اسم اشاره، معناه هذا او هذه، هذا او هذه. نستخدمها لمن؟ للمفرد. من عندنا مفرد نخلي this. نشوف هنا شنو شلون عندنا المفرد هذا؟ الربر مفرد singular، فش استخدمنا وياه؟ this اللي هي معناها لمن هذه الممحات، معناها هذا او هذه، تستخدم مع المفرد. وين ما نشوف مفرد نستخدم this. هسه اوكي كملنا صيغه السؤال وفهمنا شو كل كلمة بالسؤال شنو معناها. هسه نجي نجاوب لمن هذه الممحة، سألنا شلون نجاوب. راح نجاوب شلون؟ أول شي نسوي شنو؟ هذه الـ question mark أداة السؤال هو نحذفها، تمام؟ نجي هنا نشوف وشنو الشي اللي نسأل عنه؟ نسأل عن الربر، نسأل عن هذه الكلمة، كلمة ربر. هذه شنو معناها؟ شنو يعني هي الكلمة الأساسية بهذه الجملة. الربر شنو هاي؟ مذكر مؤنث جماد، شنو هي؟ ربر هي جماد، شيء غير عقل، فشنو استخدم عنا ضمير؟ it تمام؟ it. فشنو هذا الربر؟ هي يسموها الفاعل، subject. شنو يسمونه؟ فاعل. فاحنا من نجي نجاوب راسا شنو نشوف؟ نشوف هو شيء تنسال عنه شنو ما هو. اذا جماد شنو نخلي راسا؟ ات. راسا ننزل ات. اذا جماد هو مفرد، خاصه انتبهوا على هاي النقطه انه ماكو بالاخير اس، مو جمع، ولا اكو بعد ار اللي نستخدمها للجمع. فشنو نقول راسا؟ نخلي ات هذا الاوكسيلري فيرب، راسا ينزل هنا ننزله هنا از اتز اتز. كملنا. هسه نريد نجيب اسم الشخص اللي مالته هذه الممحات، يعني مالك هذه الممحات من هو؟ نقول مثلا فور اكزامبل عندنا لينا. لينا انتبهوا هنا وياي، هنا نلاحظ ال لازم يكون كابيتال هنا. ليش؟ لان عندنا اسم شخص، اسم علم، اسم من يكون عندنا اسم شخص، اسم مدينة، لازم يكون الحرف الأول من هذا first letter is capital، لازم يكون الحرف الأول كبير. it is، ولاحظ هنا ال it شلون كان capital؟ ليش؟ لأن كان بداية جملة، هم لازم حرف كبير. فهنا it is لينا، it is لينا. اوكي انها لينا، بس اكو شغله جدا مهمه وهو هذا موضوعنا الاساسي عليها اللي هو التملك. هنا انا شو نحط ورا لينا؟ نحط اس التملك. It is ليناز. نلاحظ هنا ونخلي بالاخير نقطه، انتهى جوابنا. It is ليناز. هذا الشيء لازم نخليه هاي اس التملك، تمام؟ اس التملك يعني هاي الاس وهذا موضوعنا اللي هو مرتبطات سويه، تمام؟ اس التملك اهم شيء بهذا الموضوع. ايش صار هنا الجمله؟ اتز ليناز. هاي الاس التملك شنو يعني؟ يعني هاي الممحات هذه تعود الى لينا، فهاي الاس هي اهم شيء بالموضوع. يعني انتوا لو كتبتوا بس اتز لينا هذا خطا، خطأ كارثي يعني يعتبر. ليش؟ لأن أس التملك هي أساس موضوعنا لهذا اليوم اللي هو موضوع الهوز، لمن، المنو. فمن خلينا أس التملك إنه عرفنا إنه هاي الربر هي لينا، منو صاحبتها، منو مشتريتها؟ لينا، تمام؟ فهذا أس التملك أهم شيء بهذا الموضوع، فلازم نحطه ويا الاسم بالأخير ويا هاي الأبوستروفي، تمام؟ خلونا ناخذ مثال ثاني حتى تتوضح الصورة عندكم أكثر. هسه مثلا إذا عندنا جمع، اللي هو شنو معناه جمع؟ بلورال.
إذا عدنا مجموعة هاي الأشياء اللي أمامنا على السبورة كلهم إنه بس مو نعرف ذني المن، شلون راح نسأل عنهم؟ مثلا هذول البين، هذول البينز، أريد نسأل هذول البينز المن، المن يعيدون؟ لاحظوا إن إحنا قلنا بينز، يعني ما سألنا بس عن البينز الواحد اللي هو المفرد سينجولر، ولا سألنا عن الرابر، ولا عن البينز الكيس، ولا عن الرولا، لا، سألنا على هذول الثري، سألنا عن هذول الثري بينسلز، تمام؟ فريد نعرف هذول البينسل المن يعيدون. هسا راح ناخذ مثال بطريقة الجمع. كذلك نبدي بكلمة هوز اللي هي شنو هاي؟ question mark، أداة سؤال تعني لمن، تستخدم للتملك، من نريد نسأل عن شيء. نقول نبدأ بكلمة whose اللي هي شنو معناها؟ لمن. نقول whose مثلا pens، whose pens، لاحظ هنا عندنا شنو؟ جمع. شنو عرفناها جمع؟ لأن عندنا هنا اس الجمع. whose pens، ما دام عندنا جمع شنو راح يكون الاوكسيلري مالتنا؟ راح يكون الاوكسيلري جمع. فش نقول whose pens are these، خلي بالاخير question mark، تمام؟ نلاحظ هذه question mark وهذه تعني wh question، تمام؟ هذه شنو هذه؟ WH question، أداة سؤال أو استفهام. WH question هذه ال question mark، علامة السؤال، تمام؟ حتى نعرف إنه هذا الشيء قدامنا شنو سؤال. نشوف هنا WH question وهنا عندنا question mark اللي هي أداة سؤال وعلامة السؤال أو الاستفهام. نلاحظ هنا these شنو معناها؟ هؤلاء، يعني نستخدمها للجمع، تمام؟ شنو معناها these؟ هؤلاء. هنا نستخدمها ويا من؟ تجي هذه للجمع. انت شغل هنا للمفرد قلنا this، بينما these شنو هي these؟ للجمع. نكتبها هنا حتى ما تنسوها تبقى ببالكم دائما. شنو معناها؟ هؤلاء للجمع، تمام؟ فقلنا whose pens لمن؟ هؤلاء الأقلام، يعني هذول الأقلام الحبر، المن يعيدون؟ لمن؟ عندنا مجموعة أقلام وإحنا ما نعرف المن هذولي، فشن نقول whose pens are، هذا شنو هذا قلنا الـ are؟ Very good auxiliary verb، auxiliary verb فعل مساعد، شنو يجي؟ للجمع، للجمع، يأتي مع الجمع. من نشوف S لازم نحط are، تمام؟ فعل مساعد. انتهينا من السؤال، هسا نجي نجاوب. سألنا عن هذول الأقلام وإجا واحد جاوبنا، شلون راح يجاوبنا؟ شو راح يقول؟ أول شيء يبتدي شو يسوي؟ إيش قلنا شو نسوي أول حالة؟ omit WH question، نحذف أداة السؤال. omit، omit WH question، أول شيء نسويها نحذف أداة السؤال، نخلص من عندها، بعد ما علينا بيها حتى يبقى لنا كلمات قليلة. whose، ودائما أداة السؤال من نجاوب نحذفها، ما نريدها بعد، ما نحتاجها بالجواب، لأن سألنا بيها بعد ما نريدها. omit WH question، نشوف وين الكلمة اللي نسأل عنها، احنا نسأل عن البينز، pens عن هذا الفاعل، وراح يكون شنو هو؟ غير عاقل بس جمع، بلورال، تمام؟ شنو قلنا الشيء اللي يعوض عن الجمع؟ الضمير اللي نستخدمه للجمع شنو هو؟ they اللي معناهم، نستخدمه للعقل وغير العقل ايضا. فpens جمع، شنو عوض عنه؟ من نزل pens؟ ما يصير، ليش؟ لان اللغه الانجليزيه دائما يستخدمون الضمائر والاختصارات. فpens شنو عوض عنها؟ نعوض عنها ب they، تمام؟
نقول they اللي هم شنو هم pens هذول الأقلام هم ال R هذا ال auxiliary شنو نسوي له ننزله هنا they are نفسه ينزل ال auxiliary verb they are مثلا نقول they are Yusuf's دولي مال منو مال يوسف نقول they are نلاحظ ان الواي كابيتال مال يوسف يوسف انتهى جوابنا هنا لا ما انتهى ما يصير اكو لازم فد شي لازم تسوي هو شنو هو نخلي اس التملك it's they are Yusuf's they are Yusuf هاي اهم شيء بموضوعنا اس التملك هذه اهم شيء بالموضوع اس التملك اذا ما كتبت تطلع الجمله او الجواب مالتنا ناقص تمام they are Yusuf هم ليوسف لاحظ هذا شنو هذا كان هذا الفاعل اللي هو يتجمع هنا auxiliary verb فعل مساعد وهذا هنا عندنا الجواب انه هو المن ذولي كانوا whose pens are these they are Yusuf's فاهم شيء بهذا موضوعنا للاس لاحظنا هنا استخدمنا these هذا هؤلاء للجمع من شفنا انه اكو عندنا pens هنا استخدمنا these ليش ما استخدمنا this ليش لانه احنا عندنا هنا plural وكذلك الفعل المساعد الاوكسري لازم ننتبه الاز نستخدمه للمفرد والار نستخدمه للجمع نشوف هذا المثال اجيبكم مثلا بالامتحان whose pencil is this لمن هذا قلم الرصاص لمن هذا القلم شلون راح يكون الجواب الجواب موجود قدامكم it is وش نختار بين قوسين خليتكم لينا او ليناز لينا او ليناز المن نختار شنو الجواب الصحيح لينا لو أرني ليناز شنو عندنا هنا عندنا هوز تملك شنو عندنا هنا عندنا احنا هوز فلازم شنو نستخدم اذا عندنا هوز اذا عندنا هنا عندنا تملك شنو عندنا تملك فشنو نستخدم لازم اس التملك فشنو نستخدم شنو نخلي بالفراغ ليناز تمام هسه عندنا هذا التمرين خلونا نشوف هذه الاشياء الموجوده امامكم المن تعود لينا لو يوسف خلونا نستمع لهذا الريكورد سوا وحلوا وياي Whose rubber is this? It's Lena's. Whose trainers are these? They're Yusuf's. Whose ruler is this? It's Lena's. Whose pencil case? Is this? It's Yusuf's. تمام بعد ما حلينا هذا التمرين هسه راح اشوفكم الملخص للموضوع اللي شرحناه هسه راح يكون هذا الملخص ذكرت بكل النقاط اللي شرحتها قبل قليل ومع التمارين ومع الملاحظات اللي ذكرتها باستخدام الاز والار والذيس والذس هذا المكتوب امامكم اريدكم تكتبوا لي اياه بالنوت بوك ايضا كتبت لكم امثله يعني اضافيه حتى يكون الشرح اوضح هنا ايضا نلاحظ بالاخير بعض الامثله وهسه راح نرجع لموضوعنا الاول بهذا اللسن اللي هو يحكي عن الايميل ونكمل درسنا لهذا اليوم بالموضوع الأول اللي كان بهذا اللسن اللي هو packing my school bag packing my school bag اللي هي تجهيز حقيبتي المدرسية هنا راح ناخذ الإيميل
إيميل مثلا هنا ندز رسالة أو إيميل لصديقنا أو صديقتنا نسأله عن موضوع معين، نسأله مثلا عن جدولنا الباكر مثلا for tomorrow، مثلا أنا اليوم مالت الجدول التايم تيبل نسيته وأريد أعرف شنو عندي واجبات، أو مثلا أنا اليوم كنت مريض وماخذ إجازة وأني ما حضر دروسي، فراح عشان أرسل رسالة لزميلي حتى يقول لي شنو الدروس اللي أخذناها. نشوف هذا التايتل read the emails، يعني شنو اقرأ الإيميل read the emails. هنا نلاحظ بهذا الموضوع هنا مكتوب to، يعني شنو معناها to؟ إلى يوسف، يعني أني من أدز رسالة شنو أسوي؟ أروح تو بعدين يوسف، اختار اسم يوسف يعني ارسال الى، يعني هاي الرسالة من اي دائرة الصديق يوسف. اول شيء شنو اسوي؟ لازم اختار اسمه، اختار اسمه او اكتب اسمه، شنو اسمه؟ يوسف. اكتب هنا يوسف، هنا انا السبجكت عندنا معناها الموضوع، سبجكت يعني موضوع ما تحكي الرسالة، عن شنو تحكي الرسالة؟ اكتبه هنا، ايش مكتوب هنا؟ tomorrow's lesson يعني دروس يوم غد، درس يوم غد، tomorrow's tomorrow، لاحظ هنا يعني دروس يوم غد. هنا نجي المحتوى الرسالة، بالبداية لازم تكون اكو تحية، هنا لازم نسلم على يوسف، شنو نقول له هنا ليوسف؟ نقول له hello يوسف، hello يوسف، تمام. شنو هنا كان التحية مالتنا؟ هلو يوسف، لازم نسلم عليه بالبداية. هنا ايش مكتوب؟ نجي لمحتوى الرسالة ونشوف ايش مكتوب بيها. ايش مكتوب هنا؟ Can you help me؟ هل تستطيع مساعدتي؟ هاي انا دا اقول ليوسف، بالبداية كتبت اسمه هنا، بعدين موضوع الرسالة، وبعدين هنا سلمت عليه هلو يوسف، شلونك يوسف؟ هاي يوسف، نبدأ هنا يعني نشوف احنا شنو نكتب. Can you help me؟ هل تستطيع مساعدتي؟ Please، رجاء أو من فضلك. I can't، تذكرون هاي الكلمة؟ Can't، I can't، أخذناها العام بالثالث، I can't أنا لا أستطيع معناها. I can't find my timetable، أنا لا أستطيع أن أجد جدولي، my timetable، الجدول مالتي مال الدروس. What lessons؟ What lessons؟ ما هي الدروس؟ Do we have tomorrow؟ يقول لي شنو عندنا باكر؟ شنو الدروس اللي عندنا باكر احنا؟ Tomorrow، شوف هاي الكلمة tomorrow، tomorrow معناها غدا. It's Tuesday، بدي يقول له باكر شنو؟ باكر It's Tuesday، شنو يعني؟ من يعرف يا يوم التيوزداي؟ Very good، يعني يوم الثلاثاء، يقول له غدا الثلاثاء. It's a Tuesday tomorrow and I think we have PE. I think we have PE. هو ايش يعتقد؟ يعتقد انه عندهم physical education، هذا اختصار لمادة الرياضة physical education PE يعني رياضة. وخلى نقطة نهاية كلامه، وبالاخير شنو كتب؟ اسمه، اسمه هنا، فهنا ايش نكتب؟ نكتب اسم المرسل اليه، اسم اسمنا احنا، تمام. سوري، هنا نكتب اسمي اني، هسه اني مثلا هسه شنو؟ منو صاحب الرساله؟ كريم، كريم المن دز؟ دز يوسف. فهنا ايش نكتب هنا؟ فهنا شي يكون اسم المرسل اليه، اسم يوسف اللي انا دا ادز له الرساله. وهنا أنا بالاخير شنو يكون؟ يكون اسم صاحب الرساله، هنا أنا اسم صاحب الرساله، من هو اللي دز الرساله؟ هو كريم، كريم دز الرساله لمن؟ اليوسف. وهنا خلى اسمه بالاخير، وهنا خلى هذا الاسمايل هنا. خلينا نشوف هسه الرد مع كريم، كريم راح يوسف راح يجاوب كريم، كريم من دز الرساله هسه يوسف هنا راح يجاوب. خلينا نشوف شنو الخطوات اللي راح يسويها يوسف. هنا راح نشوف الرد مال يوسف.
بالبداية يوسف ايش سوى هنا؟ تو كريم راح يدز الرسالة الكريم. بالبداية كريم من دز الرسالة ايش قال؟ هناش كتب، هنا كتب يوسف. بس بما انه هسه يوسف راح يجاوب كريم، ايش راح يسوي؟ راح يكتب اسم كريم هنا، اسم المرسل اليه بهذه الخانة. نجي هنا للموضوع السبجكت، شنو موضوع الرسالة؟ كان نفس الموضوع tomorrow's lesson، lessons دروس يوم غد. نجي هنا نشوف يوسف شنو كتب، ايش كتب؟ سلم على كريم، ايش قال له؟ قال له هاي كريم. ايش قال له؟ قال له هاي كريم. بالبداية انه احنا لازم شنو نسوي؟ لازم نسلم على الشخص اللي احنا نراسله. فايش كتب له هنا؟ هاي كريم. فيرست، شوفوا هذه الكلمة، كلمة فيرست. فيرست معناها اولا، يعني بداية الكلام ده يقول له، يقول له اولا اول درس. ايش قال له؟ قال له اتس ساينس، اتس ساينس. بالبداية شنو عندنا احنا؟ ساينس، ساينس يعني مادة العلوم. قال له first it's science، ساينس علوم. then ثم it's Arabic، it's Arabic يعني شنو عندنا بعدين؟ عربي، Arabic. نشوف شنو عنده بعد. قال له after that، بعد ذلك. شنو عندهم بعد ذلك؟ عندهم RE، it's RE. شنو RE؟ what does it mean by RE؟ RE معناها اختصار لكلمة religion education، يعني شنو؟ يعني مادة الإسلامية. تمام، مادة الإسلامية RE. وش قال له بالأخير؟ قال له see you at school، see you at school، أراك في المدرسة. خلى بالاخير نقطة، وهم وقتين كالعادة بالاخير كتب اسمه وحط سمايل. اسمي اني اللي دا اكتب الرسالة دائما كتبه بالاخير، هنا نكتب اسم صاحب الرسالة كتبه بالاخير. تمام، نشوف هاي جوا look at your activity book، هنا نحل كتاب النشاط. هسه راح نحل سؤال انا وياكم. نشوف هنا السؤال what's on Tuesday، what's on Tuesday. هنا كريم يوسف ده يسأل يوسف، ده يسأل هنا what's on Tuesday، شنو عندنا يوم الثلاثاء؟ ايش قلت له؟ first it's math، بالبداية انه عندنا شنو عندهم؟ عندهم رياضيات. then it's English، عندهم انجليزي. وبعدين after it's PE، PE اختصار للphysical education اللي هي مادة الرياضة. هنا عندنا مراجعة revision of days of the week، أيام الأسبوع Sunday، Monday، Tuesday، Wednesday، Thursday، Friday، and Saturday. كذلك عندنا أسماء المواد اللي أخذناها بالإيميل، English، Arabic، Math، Science، Art، PE و RE. قلنا PE اللي هي الرياضة، والRE هي الإسلامية، مادة الإسلامية. هذول كذلك تكتبوهم بدفتر الإنجليزي. And your notebook. Now open your activity book on page 14. Page number 14. Unit 1, lesson 6. نشوف هنا أنا look at the timetable. Ask and answer. نحن ننظر إلى هذا الجدول. اسأل وجاوب. هنا أنا دا يسأل لينا what's on Tuesday؟ قلت له first it's math، it's math، then ثم. وهنا أنا تكملت الجملة، يعني حسب إنه أنتوا بس دا يوضح لكم إنه شلون حيكون الجواب. هنا أنا دا يقولها when's Arabic، when's Arabic، when's هذه أداة سؤال WH question تعني من، متى، sorry متى، نستخدمها للسؤال عن يعني عن الزمن. when، شو وقت عندنا Arabic؟ it's on، هنا راح تستخدمون أيام الأسبوع. هنا مثلا نشوف when's Arabic، شو وقت عندهم Arabic؟ يوم، هنا
هنا Wednesday عندهم هنا Arabic it's on Wednesday. شو قلت عندهم بعد Arabic and on Saturday it's on Wednesday and on Wednesday and Saturday. عندهم Arabic. اللي أريد من عندكم تسووا لي جدول, جدول مبسط مثل هذا بأيام الأسبوع هذه, وتكتبوا لي يعني مثلا إذا سوينا جدول إن شاء الله بجدول الدروس عليكم تكتبوا لي مثلا يوم السبت يوم الأحد ساندي شنو عندكم دروس, تكتبوا ليهم هنا شلون هذه الجدول. ماندي تكتبوا لي هنا شنو عندكم. تيوزدي شنو عندكم دروس, تكتبون هنا تمام. وريتكم يا أريد موجود بدفتركم نيو نوت بوك. أوكي هنا عندنا write your timetable for Monday and Tuesday. اكتب جدولك ليوم الاثنين والثلاثاء. نفس الشيء هم تشون الجدول اللي عندكم مال دروس كتبوا ليهم هنا بالMonday. write them here Monday and Tuesday. عندنا another page, page number 15. هنا whose things, لمن هذه الأشياء. match وصل, يقولون لمن هذه الأشياء نوصلها يعني واضحة. راح أوصلها وياكم. هنا عندنا كاب اللي هي اليوسف, عندنا هذه الكار اليوسف, عندنا هذا البير لمن نقول لينا, عندنا هاي البول اليوسف, عندنا هاي اليويو اليوسف, عندنا هذا التي شيرت اليوسف, بعدنا نخلي هذا الاسكارف إمان نخليه لينا تمام. فهنا حسب هاي التأشيرات تحلون هنا مثلا هوز هات ما نسينا الهات, هاي الهات والمن الهات اللينا. أول واحد على نمبر وان هوز هات ازت, لمن هذه هاي القبعة مال البنات, هاي هذه مال for boys, why for girl. Whose hat is the is the is it, it's Lina's. هاي قلنا. Then whose toy car is it, نقول it is Yusuf's. Whose scarf is it, نقلناها حطيناها لينا, شو نقول it's Lina's. Whose teddy bear is it, اللعبة هذه مال الجوب, نقول it is Lina's. نفس هاي الطريقة it's Yusuf's أو it is Lina's. أريدكم أنتوا تحلوا ليها وتتدربون بعد ما شرحنا موضوع الهوز. وإلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. إن شاء الله كان درس مفيد وتكونوا استفاديتوا منه. نلتقي بدروس قادمة إن شاء الله. See you later, bye bye.